احنا بنفهم اكثر من الدكاترة. عشتوا وصاروا دكاترة الحين؟ كله دكتور واحد وما يعرف شيء. دكتور ما يفهم شيء؟ يعني مدارج رئيس الأطباء مسؤول عن حالته، هو الكل بالكل ما يفهم شيء؟ احنا بنفهم اكثر منه انا ولا انت؟ سمعي عادي يا بدري، انا واخوه وبناته مع راي الدكتور وبنطلعه وبنخليه شمهوة، واللي بتسوينه سويه يا معمر. انت بتجننيني؟ شنو يطلع يشم هوا؟ ريال ما يدري وين الله حاطه بتطلعونه؟ وبعدين منو قال القرار عندك ولا عند بناتي؟ القرار عندي انا، وانا مو موافقه. ما عليه، ما عليه يا ام عمر. اخوه وقع على طلعته، وبنطلعه وكلها كم ساعه، نودي بالنهار ونرده بالليل، والسستر معاه وكلنا حواليه. ومنو هالمنصور؟ باي حق يوقع منصور؟ منو حاسب نفسه؟ لا عاد لا. حدك عاد. دام اخوي تركي الله يقومه بالسلامه ما ياب عيال، منصور اخوه يسد محلهم. جنطتك هين هين انتوا الاثنين، اذا صار في شيء بحملكم انتوا المسؤوليه. ان شاء الله مو صاير في شيء. ايش في هذا كلام عصبه وبس؟ ما تلام يا اخوي، كلنا معصبين وضيق خلقنا. الله يقومك بالسلامه يا تركي يا اخوي. قولي لي الحين وين نودي؟ بيته يا اخوي، نودي المكانات اللي يستانس منها مثل ما قال الطبيب، يوم بيته يوم الشركه، وكاظوحه راح قدامكم بتسنع كل شيء. ويا اختي اخاف يتعب وبعدين. لا اله الا الله، على مقصرت مثلها يا منصور، سدحتها بالمستشفى ايه اللي بتتعبه؟ يا اخوي حنا الصاحين استمرضنا، قوم توكل على الله، قوم يما قوم. الله يشافيك يا اخوي، قليت اللي فيك فيني. استغفر الله العلي العظيم. لا تقول كذي يا منصور، قدر الله ما شاء فعل. يلا يما يلا توكل على الله. ايش دعوة يما؟ أنا قايلت لك تمي مع أبوي، ساعة لبعضها ما كملتي؟ أنت بعد بتعطيني أوامر؟ كافي هالحصة والمنصور قاعدين يخيطون يفصلون على كيفهم. قعدتي هناك شو تسوي بدون سبب؟ بدون سبب؟ إي بدون سبب. ريال صحته على قده ما تساعده، بتقعدون تنقلون فيه من مكان لمكان؟ أنا مالي رأي بهالبيت، لاغين قراري كلش مرة واحدة؟ أظن بعد قرار الأطباء ما في قرار يما، أبوي لازم يتعالج. كل الفحوصات تقول إنه ما في شيء، وإن حالته زينة، بس وضعه ككل ما يطمن. أنا ما أتصور إن أبوي يتم كذي طول عمره. بعد هذا اللي كاتبه لك رب العالمين، إحنا إيش بدينا؟ لا حول ولا قوة، اللي قدرنا نسويه سوينا. يعني إذا الواحد مرض ما يتعالج؟ إذا طاح بمشكلة يقول خلاص الله كاتب وما يحاول يطلع منها؟ أوكي الحمد لله كل شيء بيد رب العالمين، بس الواحد لازم يحاول. إيه لا تصارخين علي. أنا آسفة يما، بس غريب مفهومك عن القدر. خلينا من سالفة مفهومك ما مفهومك، إيش قاعد تحرفين بغرفة أبوك؟ أنا ما سويت شيء بغرفة أبوي، هي مثل ما هي. أبوي يحب الزرع، يحب هالحديقة بالذات. أنا أحاول أخليه قريب من كل الأشياء اللي يحبها، حتى لو هو مو قادر يستمتع فيها.